حاتم أزناق، مدير الحملة الوطنية لأهداف التنمية والاستدامة، رئيس جمعية شباب التنمية والاستدامة. هذا الحدث اللي كنعقدوا في جهة مراكش، وجهة مراكش للأسف هي بداية انطلاقة إعداد الرؤية الوطنية لأهداف التنمية والاستدامة والشباب، وهي رؤية التي تتضمن مقترحات وحلول مبتكرة من أجل تحقيق أهداف التنمية والاستدامة على المستوى الجهوي. نعلم جميعا أن المملكة المغربية التزمت منذ سنة 2015 وقبل ذلك في تحقيق أهداف التنمية والاستدامة، لكن المطلوب اليوم هو كيفية تنزيل أهداف التنمية والاستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنمية والاستدامة على مستوى الجهوي. إذا هذا دورنا كمجتمع مدني أو كآلية للترافع والدفاع عن المقترحات والأولويات. نعلم جميعا أن 12 جهة المملكة المغربية تختلف عن الجهات الأخرى في المتطلبات، في الأولويات، في الاحتياجات. لذلك دورنا هو تحديد هذه الأولويات مع حلول مبتكرة بصيغة علمية من أجل تنزيل أهداف التنمية والاستدامة على المستوى الجهوي. شكرا. كيف في البداية أتوجه لكم بالشكر، الشكر الجزيل على إعطاء معلومات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة. واخا أنا ما حضرتش من الأول، ولكن ما تفوتنيش الفرصة أنني نجيب الأولوية في هذا المفهوم أو في هذا ما يسمى بالتنمية المستدامة فيما يتعلق بالشباب خصوصا. اليوم في المغرب أصبحت لنا فكرة، وهي أن نساهم في تنمية الشاب. لماذا؟ ولا الغاية منها ماشي اليوم ولكن الغد، لأن الشباب يحتاج في بلدنا إلى مجموعة من الأمور فيما يتعلق بالتعليم، الصحة، كلها متطلبات الجميع. لكن اليوم لابد في أن نفكر في خلق استراتيجية من أجل إعطاء الشباب مكانة في التدبير الشأن العام. تقوية أو تكوين شباب من أجل المساهمة في التسيير والتدبير، لأن الشباب اليوم أصبح مغيبا في جميع الميادين. فالشاب الذي يريد أن يساهم في بلده عليه أن ينتظر إلى أن يصبح في السن 50. وأقول هذا الكلام وهو كلام موزون، فالتعليم ليس بالأساس أن نقوم بأنه هجين أو أن نقارن بين جهة في بلدنا بين جهة مراكش والرباط. وأنا أتأسف لأن أسمع كلام يقال على أن جهة مراكش أو مراكش ينتظرها 40 سنة لأن تصل للرباط، والعكس صحيح. أطر والأطر التي أجبتها مدينة مراكش تضاهي ليس في المغرب ولكن عالميا. لا يجب أن نقارن بين مدينة مع مدينة أخرى في بلدنا. وجامعتنا هي جامعة القاضي عياض تحتل المراتب الأولى ليس على الصعيد المغربي ولكن على الصعيد الإفريقي. والتعليم هو الأساس، ليس التعليم الابتدائي فقط ولا الإعدادي ولا الثانوي ولا الجامعي. الاستثمار في التعليم أصبح ضرورة من أجل أن نعزز مكان الشباب. اليوم أتمنى أن يكون هذين اليومين هما في الأخير أن نخرج بخلاصة أو مقترحات من الشباب من أجل التطوير، وأن نبحث عن متطلبات الشباب. لم أحضر من الأول ولكن قلت ما أتمناه أن يحصل في هذين اليومين، وأشكركم. إحنا كجمعيات ديال المجتمع المدني فالحقيقة تهمنا هذا المشروع الكبير وهذه الاستراتيجية الوطنية وتنزيل هذه الأهداف هذو، ولكن الواجب علينا أنه تنسيق والتواصل وكذلك نشر الوعي بالدرجة الأولى. كيف تشوفوا مثلا مدينة مراكش واحد مجموعة ديال المدن أو 12 جهة اللي في البلاد ديالنا، فالبنية التحتية متوفرة وسيدنا الله ينصره، لأن هذه الاستراتيجية أصلا عندها تاريخ من 2010، الخطاب السامي لجلالة الملك اللي وكبه الميثاق الوطني للتنمية المستدامة اللي همت البيئة، وبقى كان أدخل لها واحد مجموعة ديال البرامج. الإشكال ديالنا هو دائما في التنزيل وفي نشر الوعي. احنا دورنا كمجتمع مدني كسلطة خامسة دورنا في نشر هذا الوعي، التحسيس والتوعية بضرورة هذه المسائل هذه. وكذلك فاللي لاحظ انا بعض الجمعيات وبعض اللقاءات وحنا نشوفوا مثلا منظمات شركه، فهذا هم ديالنا كامل، هم
حتى في الشركاء ديالنا المغرب عنده اتفاقيات دوليه ويعني دول في مثلا المانيا فرنسا مثلا امريكا، فتتلقى اشكال فاش تنزل معنا واحد المخطط لانه تلقاو المشكل ديال درجه الوعي ودرجه يعني التفاعل ديال المجتمع المدني ما كاينش. يعني حتى هي شركه تجي يعني تدفن واحد المجموعه ديال البرامج وكذلك تعطي اموال للمجتمع المدني، ولكن الاشكال تيبقى فقط هو انه كيفاش نتعاونوا في تنزيل هذا المخطط هذا. واحد العدد كبير ديال المخططات، حنا نهضروا على الاستراتيجيه 2030، نهضروا على الاستراتيجيه مثلا في الناس ديال علم التخطيط الاستراتيجي، فهي استراتيجيه عشريه يعني على مدى 10 سنين. وهذه الاستراتيجيه العشريه حنا مثلا في المغرب عندنا انتخابات كل خمس سنين، يعني الانتخابات التشريعيه والبرلمانيه. حنا من يقرر في المصير ديالنا مثلا؟ حنا شفنا واحد المجموعه ديال المسيرات ديال الشباب يعني اللي تزامنت وجاتنا، يعني تزامنت حتى مع هذا اليوم العالمي للمراه اللي تنبغي نوجه يعني رساله للمراه وتنعطيها تحيه للمراه المغربيه اللي كانت يعني ساهمت كثيرا في التطور جمعيه النسائيه الى اخره. بالنسبه لهذا المشكل يعني خص المجتمع المدني يكون يقظ ويكون كذلك تيطرف مزيان، لانه كل خمس سنين تجي وزاره ويجي مخطط وهذا. يعني احنا كيفاش هذه الاستراتيجيه شنا هو الضمانات ديال اننا حنا شاركنا، لانه الوقت لا يسمح باش اننا نناقشوا، خصنا ديزاتولي باش نعطيو يعني طرح المشاكل، ولكن خصنا البديل، خصنا يعني الحلول، وهاد الحلول راهينا بالتواصل والتنسيق ديالنا، وكذلك نكونوا مجتمع مدني اللي حاضر ويقظ على انه يتبع هذوك المخططات وتبع هذوك المشاريع المستقبليه باش ننزل لارض الواقع. وشكرا. بغيت نرجع للنقطه تاع التعليم اللي هضروا عليها قبيله. اول حاجه بدا لي زوبجيكتيف الاولين اللي كانوا قبل ما يتبدلوا كانوا تيهضروا على ايدوكاسيون بريمير بور توس، اللي هي التعليم الابتدائي للجميع، مع العلم انهم ما وصلوش ليها. يعني كنشوفوا بلي كاينه بلانيفيكاسيون ما كاينش ريزولتا. دروك ولينا كنهضروا على لا كاليتي ديال ايدوكاسيون، حنا بعدا ما وصلناش للنيفو تاع تكون ايدوكاسيون لكل شيء، نهضروا على لا كاليتي. النقطه الثانيه ما خصناش نهضروا اونيكمون على ليغاليتي انتر اون فام اي تو، خاصنا نهضروا على ليغاليتي ما بين لي ريجون. علاش؟ واحد ليتود دارت ريسامون بينات بلي لي زيتوديون ديال الرباط خاصنا حنايا في لا ريجون ديال مراكش 40 عام باش نوصلوا للنيفو ديال ادوكاسيون ديالهم. علاش هادشي؟ فوالا حيتاش عندهم لي انستيتيوسيون اللي تتساعد على اون بون كاليتي ديدوكاسيون. مراكش اضعف حاجه ما عندناش اون بيبليوتيك. ميرسي. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.